كمان طيبين من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بدير النغاميش وباقي الترانيم جميلة مع أبونا برسوم كاهن الكنيسة. كل سنة طيبين وإن شاء الله السنة السيدة الجميلة إن شاء الله الله يخليكم. فبجد يعني خدنا بركة جميلة جدا النهاردة ولحظات كده وهنديكم جزء من الوعظة. يعني بجد يعني المناسبات دي حاجة حلوة بجد، يعني بنجيب ناس من الكنيسة وناس كتير بتحضر كده شايفين طيبين. يعني أكيد هتزورونا طبعا كده. نقول لكم صباح الخير، كان معكم أمير عيد زك مكسيموس كنيسة السيدة العذراء مريم مدير النغميش.